الإعلام والإعلان بالمختصر. أهلا وسهلا. الإعلام في أبسط صورة هو تداولنا وتداول الناس للأخبار والقضايا اليومية بشكل مستمر فيما بيننا. أما التعريف الأشهر والمتداول، الإعلام هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميولها الشخصية. أما كل نوع من أنواع الإعلان فله تعريف خاص، والأقرب هو عملية اتصال إقناعية مدفوعة الثمن أو لا، وتهدف إلى نقل تأثير من منتج إلى مستهلك بهدف إثارة دوافع لشراء منتج أو سلعة. أما الفرق بين الرسالة الإعلامية والرسالة الإعلانية هو كالتالي: الرسالة الإعلامية تخاطب العقل والمنطق والأدلة والبراهين، وتستخدم الترغيب والترهيب. أما الرسالة الإعلانية فتخاطب العواطف وتحرك الغرائز والشهوات في بعض الأحيان، وتستخدم فقط الترغيب.